هو قام بالبحوث بتاعه في مصر والمغرب، خدم 5 سنين توا في تونس في إصلاح القطاع الإعلامي، ونتمنى في تنظيم القطاع السمعي والبصري، وزاد على وكالة تونس أفريقيا للأنباء. و5 سنين هذوما نجم نقول اليوم آخر نهار، على خاطر غدوة إنريكي إن شاء الله باش يسافر في مهمة جديدة، وين باش يجتمع يقري ويبحث في تركيا في اسطنبول في جامعة جالاتا سراي. مش هكا؟ دونك نشكروك، نعرف اللي قبل 24 ساعة، أقل من 24 ساعة من قبل ما تاخذ الطيارة معنا اليوم، وشاركنا في إعداد صبر الأرام في التقديم هذا. صبر الأرام، صبر الأرام تاع المواطنين حول الثقة نتاعهم في وسائل الإعلام. هذه حاجة صحيح في تونس ممكن ما تمتش قبل بالطريقة هذه، ولكن كي نجيو نشوفوا في بلدان مثلا كيما في فرنسا، ثم سونداج اللي شهر سونداج لا كروا اللي هي جريدة يومية، كل شهر ديسمبر منذ 30 سنة تقوم بسونداج صبر آراء على استهلاك وسائل الإعلام من طرف المواطنين الفرنسيين والثقة نتاعهم. دونك تصوروا انتوما في 30 سنة ظهور الإنترنت، ظهور الفيسبوك، التليفون بورتابل وكل شيء، عندهم نظرة تكاد تكون يعني ما نقولوش شامله ولكن كبيره برشا على التطور نتاع الشيء هذا. وكيف ثم معهد كلاب في امريكا يقوم بنفس الشيء. هذا بطبيعه احنا لهنا ناكدوا هذا صبر العراق لوب، نتمنى انه يتكرر سنويا او دوريا. ما عندناش خلينا نقولوا لوكس نتاع لاكوا انه النتائج نشوفوها تتطور عبر السنين. دونك هو لمحه وجزء من اللمحه. بر الامانه هو اللي بادر بصبر الاراء، كان بشراكة مع سيفي اللي ممكن بعض منكم يعرفوها، هي الوكالة الفرنسية لمساندة وسائل الإعلام. معهد ميديا سكان هو كفل بالتنفيذ. التواريخ كانت من 23 إلى 31 أوت، تم فيها السونداج. العينة خليناها أكبر عينة ممكنة تم اقتراحها من طرف المعهد المختص، اللي هي تضم 1841 شخص عمرهم 18 سنة فما فوق. المعايير نتاع العينة هذه كانت الكوتا، يعني الحصص النسبية حسب السن، الجنس، البيئة الاجتماعية والمهنية، الانتماء الجغرافي. وتم اختيار عينة يعني تمثيلية تمثل الشعب التونسي حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء. تنصبر الآراء في حد ذاته كيف ما قلنا الإدارة والمعايير وعدد الأشخاص، باش نتلقوا لهنا مثلا ما يسمى بالكاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل بي سي اس بي، وباش تشوف باش تشوفوهم في السونداج انهم ينقسموا من ا بي سي و دي. دونك مثلا ا بي هما الاشخاص اللي عندهم دخل اكثر من 2000 دينار في الشهر، سي عندهم دخل من 650 الى 2000 دينار، و دي هما اللي عندهم اقل من 650. لهنا باش تكون عندكم نظره على العينه اللي تشوفوا فيه ضده هو عدد الاشخاص على 1841، وهذا التقسيم تاعهم. دونك الكاتيجوريا بي ثم اقل من تقريبا 200، في السي ثم اكثر من 900، في الدي او ثم اقل من 600 شخص. كيف السن الاعمار نجم نشوفوهم قدامكم كيفاش تم تقسيمهم. باش نتلاقوا في المرحله الاولى. المرحله الاولى هي المشاركه في الحياه السياسيه. كان السؤال بصفه عامه، هل انت مهتم بالسياسة؟ واجه السؤال هذا للمستجوبين، وكانت الإجابة 44% لا مانيش مهتم بالكل بالسياسة، و 38% مهتم شوية. هذا من النقاط الأولى اللي فاجأتها. بعد تنزيدوا نتعمقوا في السياسة، شو معناها السياسة؟ سألنا زاد كيفاش يشاركوا المواطنين في الحياة السياسية، وجهنا لهم سؤال الى حد الان، شنو عملتوا انتم باش تشاركوا؟ هل شاركتوا في الانتخابات، في مظاهرات، مسيرات، عملتوا اضراب، ضميتوا النقابه؟ 61%، دونك تقريبا ثلثي الاشخاص اللي اجابوا على صبر الاراء هذا قالوا اللي هم شاركوا في الانتخابات. 32 قالوا ما عملوش شيء. من الاشياء المذكوره هذه الكل تشوفوا فيها قضيه. هذوما زوز معطيات اللي يعني مهم الوقوف عليهم. والمظاهرات كما نشوفوا 90% بعد سون خلينا نقولوا دي فالور بريسك نيجليجابل، ولكن موجودين قدامكم تستحقوهم.
ومن بعد ما سألنا على المشاركة في الانتخابات على طريقة المشاركة في الحياة السياسية سألناهم أنا هما الانتخابات اللي صوتوا فيها. الانتخابات اللي شاركوا فيهم 42% قالوا لي شاركوا في الرئاسية نتاع 2014 واللي هي أول أكثر انتخابات شاركوا فيها المستجوبين. 40% قالوا شوية يعني قالوا ما شاركنا في حتى شيء ما نصوت في أي انتخابات. بعد ما قالوا تشريعية الانتخابات تاع التأسيسي و ضد بالكل بل انتخابات 2011 قالوا البلديات يعني البلديات 2018 شاركوا فيها 30% من المستجوبين فقط. لهنا نتعمقوا في التأمين من بعد ولكن شيء يدل انه الفكره الراسخه نتاع التنظيم المؤسساتي في تونس اللي كانت لمده 50 سنه 60 سنه من مؤسسه رئاسة الجمهوريه هي المؤسسه المهيمنه على الدوله التونسيه شوفوا نلقاها بطريقه ما رئاسيه هي تجلب الانتباه والمشاهده. اذا كان حصلوا نقطه الاولى نلقاو ان 82% من المستجوبين اهتمامهم محدود بالسياسه يعني بعدين بشويه بشويه مهتم شويه ومانيش مهتم بالكل. الهيبوتيز اللي عملنا انه الناس ما يعني الجواب مش على على كيفاش هما تبعوا الحمله الانتخابيه بل يعكس les habitudes de consommation يعني كيفاش يعني هما الناس متعودين يتبعوا نسمة أكثر من أي قناة تلفزيونية بشكل عام يعني. وسألنا نفس السؤال لل يعني شنشوف تو النتائج حسب الجنس أون كور فوا لهنا في الترجمة الوطنية نقال أنه أكثرية الأشخاص اللي تبعوها كانوا رجال مقارنة بالنسمة اللي عندها صدى أكثر عند النساء كيف ما تشوفوا فما فرق في الاوتيليزاسيون تاع في استعمال الوسائل الاعلام بالاخص في التلفزه اللي تغطي الحمله الانتخابيه. حسب تجربتك الخاصه وسائل الاعلام قنعوك باش تمشي تصوت؟ قنعوك باش تمشي تصوت؟ قنعوك باش ما تمشيش تصوت ولا قنعوك شويه باش تمشي تصوت؟ هلكم تشوفوا في النتيجه 62% من المستجوبين قالوا وسائل الاعلام قنعوا عليش جمله باش نمشي نصوت. انا شكون قنعوهم شويه ولكن خلينا هذه البارتي الحمراء الحقيقه هي ملفتة الانتباه بالكدا. 12% من المستجوبين قالوا ان وسائل الاعلام ما قنعوا اقنعوهم باش ما يمشيوش يصوتوا. في حد ذاتها الامكانيه هذه معناها ثم عبد كان باش يمشي يصوت ولا كان متردد ووسائل الاعلام اقنعته باش ما يمشيش يصوت. هذاك علاش اونكور اون فوا ناكد لهنا على توضح لوميتي تاعنا حتى كصحفيين على خاطر هذا ساعتنا باش نشوفوا كيفاش المواطنين يتعاملوا معنا العينه اللي تمت اختيارها والمستجوبين اللي جابوا على السونتاج هذايا. باهي تو باش نتعدي النوايا التصويت والتصويت الفعلي. شنو عملنا؟ مشينا للمستجوبين قلنا لهم انتم شنو كنتم عاملين باش تصوتوا وشنو صوتوا؟ بعد باش نقارنوا مع النتائج الرسميه نتاع نتائج نهائيه. نوعية التصويت حسب السونداج هنا نأكد كانت حتى حزب و نيدا تونس النهضة وكانت في التصويت الفعلي حسب صبر الآراء نأكدوا نشوفوا ثم حاجة طلعت كانت ملتيبلي بار 10 هنا 1% سا ايتي ارونتي ولكن في الأصل هو 0.7% 0.7% اللي ولات 7% قائمات مستقلة. لهنا الرفيو معناها رفض باش يجاوبوا للسؤال هذا بعد تقاول أحزاب أو القائمات الأخرى متواجدة في نتائج السونتاج هذا. لهنا كي نشوف النتائج نتاع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية هذه النتائج اللي نعرفوها الكل اللي على اليمين في الشاشة ولكن اللي على اليسار باحتساب العزوف اللي كان 66%. هذا يخلينا نشوف انه لي توندونس مانيش باش نقولوا انهم نساء ولكن لي توندونس قاعدوا هما نفسهم باغابور للسونداج اللي عليهم باغابور للواقع. شنو هي المواضيع اللي لفتت انتباهكم في الحمله الانتخابيه؟ لا شيء 80% تقريبا
لا أعلى 10% الحد من البطالة تعزيز البنية التحتية 4% هي القائمة بتاع الأجوبة الممكنة طويلة ولكن كانوا دي فالور نيجليجابل 0.4 0.2 لهنا ما خلينا نمشي لفالور الكبار كي نشوفوا حسب نفس السؤال حسب لي سي اس بي لي كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل كوم اون فوا نلقاو فرق كبير ما بين الفئة نتاع الـ EU اللي هي موان دو 650 دينار في الشهر والفئة نتاع AB اللي هي أكثر من 2000 دينار وحتى الفئة سي زادا نشوفوا أنه سي بريسك لو دو ما بين AB و DE في إذا كان لوجو يعني نركزوا على لا أعلى هذا هو حاجة مهمة الفالور سي با لا فالور لو بليز امبورتونت كي نقارنوا بلا شيء ولكن لا أعلم إجابة ما نعرفش حد ذاتها كانت على قد ما يعني اللي كانت نهضوا في الدخل على قد ما تكبر. إذا كان حوصلوا الجزء الثاني هذا دونك في الانتخابات البلدية وسائل الإعلام ساعدوا مواطن على 5 باش يختاروا شكون ينتخب. 4 مواطنين مستجوبين على 5 لم يلفت انتباههم أي موضوع. ثلثي المستجوبين ما قنعتهمش وسائل الإعلام توجهوا لصناديق الاقتراع وأخيرا فيسبوك هو المصدر الأساسي للإخبار 41% من المستجوبين. وسائل الإعلام الجزء البارد اللي في التقديم الهبايا واللي ممكن نمشي باش يكون فيه أكثر يصير عليه الحبر أكثر باش يكون فيه نقاش مهم برشا. استأنسنا بتجارب أجنبية في إدارة صبر الآلام في اختيار الأسئلة وشيء لقيناه يعني انتريسون انه نسأل المواطنين على بعض المواضيع ونقول لهم شنو هي تقييمكم للتغطية تاع هذا؟ اسكو سمعت بيه؟ اسكو التغطية كانت باهية؟ اسكو وسائل الإعلام خدمت خدمتها بالبدا ولا اسكو ناقصة؟ حكيو عليها أكثر من اللازم اكسترا. دونك لهنا باش تشوفوا العديد من المواضيع اللي هما تأجيل الانتخابات، الجامعة المحلية، طلب إعفاء يوسف الشاهد، قانون المصالحة، رد الحرية المحكمة الدستورية، سيتوي. واللي بالأصفر هو جاوب المستجوبين قال لك كانت التغطية أكثر من اللازم، برشا أكثر من اللازم، كيما يلزم. بالأزرق هيك في الوسط فيها البرسنتاج، شوية بالمر وأخيرا ما عنديش فكرة بالأحمر. علاش أكدنا على الأزرق؟ أكدنا عليه على خاطر هو ديما كيما يلزم أقل إجابة كانت واردة يعني. السونداج هذا في التجويب هذا يعني نجيو نشوفوا مساله كيف مساله اضراب الاساتذه يعني كنا عملنا نتناول مع الجرايد وسائل الاعلام لي راديو والتلفز موضوع كان موجود بكثره يعني ورغم ذلك نلقاو انه نسبه الرضا نتاع التغطيه الاعلاميه محدوده بعض الشيء نشوف مساله كيف مساله قانون المصالحه 44% ما عندهمش فكرة أو مجلة الجامعات المحلية 68% ما عندهمش فكرة فهم إذا كنا نحكيو على ترشح تونس كأس العالم باسكو السؤال الفترة كانت مغطية 2017-2018 ما قبرش أكثر من لازم هي النسبة الكبيرة بالكل الحقيقة تفاجئنا بمثل هذه النتائج على خاطر ثم العديد من الإمكانيات، هل كيفاش إيش معناها التغطية الإعلامية، إيش معناها كيما يلزم، هذه كل شخص بطبيعة تكون عنده نظرة مختلفة، ولكن عموما نسبة الرضا خلينا نقولوا المستجوبين أو المواطنين العائلة اللي تم اختيارها يستناو أكثر من وسائل الإعلام، يستناو حاجات أكثر ومردود أكثر. نتحداو توا الجانب عام اكثر اللي هو نخليه الانتخابات على جنب عندك ثقه في وسائل الاعلام نقطه استفهام حتى طرف 35% شوي 32% متوسط 18% وثقه عاميه 2% برشا كيما تشوفوا 5% وثم 5% الاخرى اللي تلفت الانتباه حسب وسائل الاعلام اللي نسبيه ما عنديش علاقه هذيك وسائل الاعلام 4% ولكن لهنا الثقة خلينا نقولوا مازال ثم طريق طويل لتعزيزها ونأكد لهنا رغم هذه اللمحة وجزء من الواقع ماهوش الواقع ككل
وتم زيد ونعرفوا في النقطة هذه كل فوق لأن نرجع الملاحة عملتها قبل وكان جاي عندنا نفس السونداج اللي تعمل على 30 سنة ممكن نشوفوا تطور الثقة على 30 سنة ويسمح لنا باش نعرفوا هل النتائج هذه مبالغ فيها ولا نعسر ونولي ثم عنا تعطيل وبالنسبة لمارش دي غير هذه نقطة مهمة على كل الأسئلة اللي طرحت مارش دي غير كانت تتراوح بين 1% ل 3% ماكسيموم نفس السؤال توجه للرجال والنساء بالأزرق النساء وبالأصفر الرجال نجيو نشوفوا انه النسبة نتاع الرجال اللي ما عندهم صديقة أكبر يعني حتى تعرفوا على شوية أكبر من النسبة نتاع النساء هذا في حد ذاته زاد يلفت انتباه في استهلاك وسائل الإعلام بطريقة حسب الجنس. بصفة عامة شنو يستهلكون المواطنين كوسائل الإعلام؟ ثم اللي قال 45% ما استنى حتى شيء، ثم اللي قال تعطيوني أخبار موثوقة ومتحقق منها، وثم اللي قال مش عبروا على مواقف وأفكار. لهنا كما تشوف الملاحظة ما سيستيش معناها، معناها كان الأجوبة مقترحة ماهيش أجوبة حرة. بعد الحال خاطر كان جات الأجوبة حرة نتصوروا على 1841 شخص باش نلقاو ممكن 1000 جواب مختلف وقتها تولي صعيبة الكوديفيكاسيون نتاعهم. دونك وجهنا لهم بعد ما سألنا سؤال شنو تستنى؟ شنو توفر وسائل الإعلام حسب رأيك؟ هل الصحافة التونسية وسائل الإعلام التونسية تنقل مواقف وأفكار وإلا أخبار موثوقة؟ لهنا نجموا نقارنوا دونك ثم 12% يقول لك نستناو منهم انهم يعبروا على مواقف وافكار واراء وحسب المستجوبين 24% دوبل يقول لك هما ينقلوا مواقف وافكار واراء اخبار موثوقه في البرسبشن تاع الواقع 32% ونقال تقريبا نفس النسبه في 35% يعني يعطوني اخبار موثوقه ونتحقق منها باش يلوجوا المواطنين على الاخبار الصحيحه على اي قناه يتفرجوا التلفزة الوطنية 31% لا استقل أخبار من التلفزة 30% النسمة 22 من بعد الحوار الوطنية 2 التاسعة إلى آخره لهنا نعاود نأكد باش يكونوا ثم بعض المفارقات أو لي كونتراديكسيون باش نقراو البارادوكس لي كونتراديكسيون باش نقراوهم توت لونغ دي بلانش اللي باش يجيونا من بعد نذكركم اللي ما بكري شفنا مع بعضنا نتائج اللي تم الحملة الانتخابية خصيصا النتيجة هذه ماهيش تم الحملة الانتخابية هي نتيجة عامة ولكن النتائج اللي تم الحملة الانتخابية كانت كالآتي 59% خذوا المعلومات نتاعهم في الحملة الانتخابية من التلفزة الوطنية 31 من النسبة وقت اللي باش يلوجوا على معلومة صحيحة جزء تطيح النسبة للتلفزة الوطنية الأولى 31% النسبة تبقى 22% تحت زادة شوية ولا أستقل أخبار التلفزة هي الكبيرة باش ترفه على روحك لأن قضيت تتفرج الحوار والنسمة نفس السؤال دعني باش نزيد معاكم عليه هو ريكا جوست بعد ما تشوف التقديم اللي بضعت فمازالونا جوست كان دو بلانش ونجم نتعداو المقاربة النقدية اللي باش نقدم هنا ريكا نفس السؤال وجهناه لوسائل الإعلام الأجنبية هذايا إجابة كانت حرة يعني كو في ثقة في ثلاثة وسائل الإعلام التونسية أو ثقة في ثلاثة وسائل الإعلام أجنبية حتى وقت 38% فرانس 24 تجي en deuxième position 29% العربية هذيك الحملة 5% خارجة على الأجنب مختلف الإجابات يعني العديد من القنوات الأخرى مذكورة الجزيرة 5% ناشونال جيوغرافيك في أبو ظبي TV5 ou BBC, tu fais une salle, l'année, neuf sous إذا كان نحاصروا الجزء الثالث هذايا نشوفوا أن نسبة التغطية المرضية لمختلف الأحداث ضئيلة. بالنسبة للمستجوبين الصحفيين يميلوا أحزاب ممثلة في الحكومة. نعرف اللي بعد الخطاب نتاع البارح
مفهوم الحكومة والسلطة والأغلبية تبدل برشا، ولكن الوقت اللي تم السونداج هذايا كانت مفهوم الحكومة بالمفهوم اللي نعرفوه لمدة 4 سنين الأخرانيين، ثلثي المستجوبين ليس لديهم ثقة أو لديهم شوية ثقة في وسائل الإعلام. هنا ثم نقطة قبل ما نختم نحب نأكد عليها، اللي هي فترة القيام بالسونداج هذايا. بالأخص في البلانش قلنا من 31 من 23 اوت ل 31 اوت. تتذكروش في الفيسبوك وقتها شنو هو اللي صاير في الفيسبوك التونسي؟ صافي قداش عندنا جمعتين ثلاثة في وقتها كانت الحملة اكس اختلط اكس مشى مع التاسعة بتوليها حسا هو اللي كيف ما نقولوا احنا بتونسي التنبيرة بتاعنا بتاع حتى انا هاني فقط بقيت روحي في التاسعة. كانت الفترة هذيك اللي قام اللي تم فيها السونداج، لذا ما ننساوش انه نجم نسألوا هل اكثر وسائل الاعلام عندهم ثقة ممكن في عمر المستجوبين شنو ما اكثر وسائل الاعلام اللي تسمع بهم ولا اللي تودوا في بالهم. التنسيب هذايا وهالمقاربة النقدية باش نزيدوا نتعمقوا فيها توا وجوستومون هذيك باش قدمنا بعض كيلكوز اليمان على سبر الاراء هذايا فقط اشاره قبل باش تلقاو البريزونتاسيون هذي اكثر مونتايات المونتايات الكل في فيت ديتايي في بر الامان .tn هو الموقع تاع بر الامان /سونداج باش نشاركو زاد بالطبيعه على صفحه الفيسبوك. دونك البريزونتاسيون هذي باش تلقاوها في فيديو باش تتحط على السيت. نحب نشكركم وتو باش نسال قل لي انريكي انريكي كلاوس اش قولك اذا كان ممكن في مرحله اولى نطرقوا النقطه المهمه على خاطر احنا ترددنا في صياغه الاسئله وخذيتنا برشا وقت باش نصيغوها وهذا كل شيء من اشكاليه اللي تطرحها صبر الاله كوسيله لقيس الراي العام. الاشكاليه هذه برشا درتوا فيها شنو النقاط اللي يخليونا نقولوا انه هدايا الا جزء من الواقع وماهوش الواقع حقيقه؟ كيفاش نبدي؟ انا حبيت نقول في الاول انه مازال ما كملناش في التحليلات في كل الدوني المعطيات اللي عندنا، و احنا عملنا الاستطلاع الراي هذا علما في حدود استطلاع الرأي كوسيلة لفهم الرأي العام. اللي وراء مشروع بر الأمان فكرة إنه يكون في لقاء وتعاون ما بين الصحفيين والباحثين. فإحنا كباحثين وأنتم كصحفيين نستخدموا كثير برشا السونداج باش نعرفوا كيفاش الناس يخمموا و فما في السوسيولوجي فما تراديسيون نقدية على استطلاع الرأي. بما في واحد اسمه بيان بورديو اللي هو من أبرز السوسيولوج في فرنسا وكتب نص اللي هو اكيد موجود على الانترنت عنوانه لوبينيون بوبليك نيكزيست با. فهو الفكره يعني هو بيير بورديو كشف انه لكل استطلاع راي فما 3 مبادئ 3 بوستولات اللي وراء كل سلاج كل استطلاع راي. أول مبدأ إنه كل الناس عندهم رأي في dans ces termes-là. Toute enquête d'opinion suppose que tout le monde peut avoir une opinion. في الحقيقة مش كل الناس اللي عندهم رأي على كل الحاجات على كل الأسئلة اللي مطروحة في السونداج. ومعظم الوقت فرصة استطلاع الرأي هي
فرصة لي صنع رأيي الواحد. يعني مثلا ما عنديش جيت مائع في تونس، ما عنديش فكرة جملة في الحياة السياسية، يبقى ما شكون يجي ويسألني أسئلة وأنا ممكن نجاوب من غير ما خممت من قبل. يعني فهي ممكن la critique à Bourdieu, non, ce ne sont pas des opinions vraiment ancrées, non, mais ce sont des opinions qui se fabriquent au moment de la... Deuxième postulat, dans les termes de Bourdieu, encore une fois, toutes les opinions se valent. على اساس انه ممكن نعمل اضافه لكل الاراء. يعني تخش علينا في اخر المطاف انه مجموع الاراء الفرديه يساوي الراي العام. تخش علينا يعني نحكيو على الشارع التونسي يحس بكذا او عنده كذا، تخش عليها هي كي نقوموا بصبر اراء مجموع الاراء يساوي راي عام، وهذه هي النقطه الثانيه اللي بورديو جوستومون ينقدها في عمليه صبر الاراء. وممكن ثم نقطة ثالثة باش قبل ما نوصل للنقطة الثالثة اي كنا مهتمين انه خلال المقدمة وخلال التحليل اللي باش نكتبها مش هنكتب 31% من التوانسة، لا 31% من الناس من العينة اللي كانت في الدرس بتاعنا، علما انه فاهم بناء على نقد بورديو انه احنا يعني اتخافير العينه تاع سيتي كوبير 1841 مش صعب انه نعمل تعميم على المجتمع التونسي الكل. و يعني ثم فرق بين الراي التونسي يقول كذا وما بين العينه المستشفى تقول كذا. ففما تواضح فعند الصحفيين وعند الباحثين زاد. اخر نقطة هي فكرة انه يعني لاجونس نو نو ليفي دابوزيسيون، يعني فكرة انه نفس السؤال تطرح لناس مختلفة من فئة مختلفة في المجتمع، وفكرة انه سي سكو بوردو ابل ليفي دابوزيسيون بروبليماتيك، يعني نفرض على الناس اشكاليات اللي هما اصلا مش في بالهم، والاشكاليات هذوما معظم الوقت هما الاشكاليات بتوع النخبه السياسيه تاع لي غوفيرنون، في حين انه لي غوفيرنين ما عندهمش نفس الاهتمام في بعض الحاجات. هذه نقاط مختلفه في تحضير التقديم هذا كانت يعني العديد من التساؤلات خرجت. يقول القائد برلمان عملت سونداج في نفس الوقت تنقد في السونداج كوسيله لقيس الراي العام، اي بالطبيعه احنا هي وسيله ولكن ما هي الا جزء من الواقع. ودائما من الاشياء اللي لفتت انتباهنا انه في الابحاث اللي قمت بها فران سؤال هل تؤيد قرار روزفلت في القيام بحاجه كذا؟ نلقاو نسبة، وإذا كان نسأله هل تؤيد قرار الولايات المتحدة في المسألة كذا؟ نلقاو نسبة مختلفة جدا، لذلك هنا ذاك علاش حبينا نسبه من قبل ما نغوصوا في نقاش معكم. دونك لهنا إذا كان ثم أي سؤال أي استجوبة احنا على ذمتكم. نتشرفوا بيك. كمان ميرسي شي لاباس. مرحبا بيك. أنا بوسكيت طلعت من بورديو وعملت طلب استخدام انا واعتمدت عملت منغدمت ديماش بتاعت لا ريفليكسيون دونك كان وصلت قلت انا هذه انا
finalement, la personne qui m'attire, ils ont d'autres opinions, ça ne sert à rien. Alors, voilà, si on utilise des sondages d'opinion, il y a quand même non seulement un acteur, mais un postulat. لأنك ممكن أريك جزء من الإجابة على سؤالي يكون في طريقتك كباحث في استقصاء المعلومة يعني. فبالنسبة لي هي مرحلة أولى لبحث مش النهاية يعني. معتمد شو على الاحتكاك إن شاء الله. أنا هي نرجع على الاحتكاك بس. هي في الحقيقة علاش حابين نقدموا هالنتائج الأولية علاش فترة سونداج لأن في أكثر من 50 سؤال. وفيه ديتاي كما شفتوا في الفئات الاجتماعية والوسن والانتماء الجغرافي ولكن خلينا كون شي النقاط هذه بالحق فيها فرق كبير وحبينا سورتو نقدموه في أسرع وقت هذاك علاش حتى تستابيك يمكن في آخر وقت كنا مزروبين على خاطر ثم العديد من المسائل التي تنجم تتغير مثلا مفهوم الأغلبية مفهوم الحكومة مفهوم كيقولوا النهضة من يدي في أود ما عادش النهضة من يدي بعد 25 سبتمبر كي نقولوا المواضيع اللي استفسر يعني انا تونس كيفاش تقييم التغطيه نتاعها هذوما كل حاجات يعني حساسه في الوقت حابين نقدموها لكم في اسرع وقت ولكن بطبيعه الحال باش نزيدوا نتعمقوا وما نكتفيوش فقط بسبب الاراء هذه ثم تفضل نسبة كبيرة من المستجدين هي معناتها اخبارهم المصدر نتاعهم في فيسبوك ما نقدوش اكثر فيسبوك معناتها يستعملوا جرائد الكترونية مواقع نتاع اذاعات عندك ألف حق ما تعرفناش أكثر كان هذه جوستومون ليميت ولا ليميت حد من الحدود نتاع السونداج علاش على خاطر كي سألنا على الفيسبوك ما يحددش هو إذا كان يعني خليناها الجواب كزما سبونتاني يعني ما حددش اسكو أنا نمشي نتبع وسيلة الإعلام إكس ولا إيكغيك على الفيسبوك وإلا أنا نمشي نتبع صفحة نتاع يعني مدينة كذا كذا صفحة نتاع نعرفوها مثلا احباء وادي بليز ولا ابناء عين دراهم سيت سويت هذا ما تحددش ولكن في حد ذاته ممكن نجم يكون ثم تراب اخرى يا مثلا راي يخص الفيسبوك في حد ذاته والا استعمال ممكن الفيسبوك نجم يزيد يتوضح لنا اكثر ولكن راهو هنا نقطه مهمه انه بالحق سبب الاراء هذايا جبنا اكثر نقاط استفهام من اجوبه وكيف ما قلت لك هو كان مرحلة أولى ممكن ثم دي تندانس كبار يعني كي نجيو نشوفوا كيفاش عندك ثقة في وسائل الإعلام ولا لا نشوفوا دي تندانس كبار للدرجة هذيك سي سيغ إنه ما نجموش ما ناخذوهمش بعين الاعتبار كي نشوفوا الرضا بنسبة التغطية هو أقل حاجة بطبيعة نجمو نتحدثوا في ما معنى خدمة التغطية واحنا الأولانيين اللي مش نقولوا شيء هذا ولكن ثم ما ثماش الرضا الجودة بتاع التغطية هذا الكل يقول قايل ماناش احنا انستيتيوت سونداج من الانستيتيوت اللي نعرفوهم واللي موجودين على الساحة الإعلامية والسياسية الهدف نتاعنا ماهوش انه باش نسوقوا للسونداج كوسيلة لقياس الرأي العام بل فقط هو جزء من يعني جزء من المرآة اللي تعكس لنا الواقع ويسمح لنا باش نقراو أحسن الواقع نتاعنا بصراحة ما كناش في انتظار ردود أفعال كما هكا على فيسبوك بالنسبة مفاجأة بالنسبة لينا وكان لو كنا منتظرين نتيجة هكيكة كان من الممكن أن ندخل أكثر من في التفاصيل شنو هي الصفحات اللي أنت تبعتها يعني نعرف مركزية فيسبوك في الحياة السياسية في تونس مقارنة مثلا فرنسا هو تويتر أكثر في البيرسونيل بوليتيك يستخدم أكثر تويتر عن فيسبوك لكن فكرة أنه يكون في توصل في استخدام فيسبوك ما بين سياسيين في تونس والتوانسة أو على الأقل الناس اللي عملنا السنداج معهم كانت مفاجأة بالنسبة لنا. أسامة الحكيمي راديو إكسبريس إف إم هو سؤال في يخص سبب الآراء هذايا وعلاقته بالنتائج اللي قدمتها هيكا نتائج مختلفة تماما على اللي قدمتها هيكا ولهنا عندي سؤال يعني هو كباحث
وسائل الاعلام اليوم اذا كان حسب صار الاعلام قد ما معناتها المعلومه المواطن كانت تبعد على المواطن في يخص الحمله الانتخابيه حسب رايي هل انه شو القانون المنظم يعمل وسائل الاعلام اثناء الحمله الانتخابيه اللي عملته هكا كان سبب في هذايا ولا لا؟ Ok, juste synthétiser pour être sûr. Ok, considérant les résultats qui ont été présentés, je fais un secret. Considérant les résultats qui ont été présentés, est-ce que, et la différence qu'il y a entre les résultats de l'AEK et le présent sondage dans le rôle des médias dans la couverture des élections municipales, est-ce que vous, en tant que, toi, en tant que chercheur, tu peux considérer que c'est à cause de la loi portant organisation de la couverture, enfin pas de la loi, de l'arrêté. على التغطيه بتاع التغطيه في القنوات والاذاعات للحمله الانتخابيه واحنا ما كناش يعني السونداج ما كانش مع الاعلاميين او وسائل الاعلام بشكل عام بل مع التوانسه او اشتح التوانسه بصراحه ما عنديش فكره ان لو كان العيب على القانون والقرار المشترك ما بين ديزيو والهيكا كان في نقد انا سمعت نقد برشا نقد على الفكره هذه بصراحه ما عنديش راي فرانكو كونستوي باش نجاوب عليك في المقال الذي توزع عليك واللي انت كتبته نذكروا انه المقال اللي توزع عليكم موجود بالعربي والفرنسي وشقاوه على الباج على السيت sondage, justement, les éléments, les grands éléments, خلينا نقولوا اكثر حاجات اللي لفتوا انتباهك واللي نجموا نلقاهم في المقال لو كان حاصلهم لنا. انا اللي لف انتباهي انه فما بعض الظواهر الاجتماعيه من الصعب انه نعمل اون كونتيفيكاسيون يعني نحاول بعض الظواهر الى ارقام. مثلا فما المونيتورينغ تاع الهيكا فما ان انديس ديكيتي كيفاش نقيس ليكيتي جورناليستيك يعني مش كيف الماء او كيف وزن او يعني فسا سا كي في الاول اللي كان سؤالي وعملت بحث مع الناس بتوع الهيكا والناس اللي كانوا حوالين الهيكا هم خبراء من اوسيرفاتوريو دي بافيا اللي هو اكبر او اشهر معهد في مونيتورينغ الكتورال وانا سالت اسئله بريئه هكاك يعني كيفاش نقيس ليكيب ليتيك بروفيسيونيل ليكيب وهكاك